أهلا واضح، أنا علي ياسين. كنت بشتغل مهندس في شركة عظيمة، وكان تقريبا أول حد أستقيل من الشركة دي 5-6 سنين. النهاردة أقدر أقول أحسن قرار خدته في حياتي. قبيل كان أكتر مرة أطلع من مشروع حاسس إن أنا ساتسفايد من الشغل وطايع، هيفضل يعني ليه معزة خاصة عشان طايع الدنيا الكارير كله. الشك في نفسي ساعات أو البرفكشنزم، الاثنين تقريبا نفس الحاجة، بس الصراع الداخلي كده دي أكتر حاجة نفسي أتغلب عليها. عايز اقول لما جدي وجدتي كانوا موجودين ونبقى صايمين في الشتاء والواحد بيصحى على الفطار، انا كنت عايش مع جدي وجدتي فكنا بنصحى كان بيبقى كل الناس موجوده، دي من الحاجات اللي بتوحشني. انا لسه بتكسف جدا في الكومبلمنتس، لما حد بيقول لي كلام حلو لسه ما بعرفش، لسه بحاول اتعلم ان انا اقبل ده وانبسط بده. بصراحة المقابلات كلها لطيفة، مفيش حاجة غريبة تقريبا، اللي كان غريب في الأول لما كان حد بيقول لي يا علي، إيش فاهم هون؟ عارفين بعض، أنت عارف اسمي منين؟ يعني إن حد يجي يقول لك اسمك ده بيبقى شيء غريب في الأول. بما إننا هنا ممكن أقول الريد كاربتس والسوشيال إيفنتس الزحمة جدا مش حتتي قوي لسه. كتب عندي كتابين، الايام طه حسين وكونت دو مونتي كريستو. اماديوس من الافلام اللي غيرت ذوقي في الافلام للابد، ابويا الله يرحمه هو اللي خلاني اتفرج عليه. على فكره انا تليفوني بايظ اليومين دول وحقيقي بحاول ما اصلحوش يعني. بحب اقرا انا لوحدي اكتر، بحب اتفرج على افلام، بحب اسمع مزيكا وارقص، دي اكتر حاجات بتحصل وانا لوحدي. بلا شك هقضيه مع امي ومراتي واخواتي واصحابي، ممكن كده يبقى فيه شويه حركه، ما تشكش في نفسك كتير عشان ده تضييع وقت وطاقه غير طبيعيين. شكراً واضح.